الأخبار من أي تي في العدالة. وفيها سمو الأمير يكرم المعلمين والمدارس المتميزة. المالية البرلمانية تلتقي ممثلي القطاع النفطي دعما لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة. الفضل: أتمنى ألا تعيق الاستجوابات قوانين تنشيط الاقتصاد ذات الأولوية. ومن العناوين إلى التفاصيل: حضر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة والذي أقيم تحت رعاية سموه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2017-2018. وتوجه سموه للمعلمين معتبرا إياهم عدة الوطن في ساحة العلم، وبإخلاصهم وتفانيهم ينهض ويزدهر. يحظى المعلم بمكانة رفيعة في نفوسنا ومنزلة عقالية لدى المجتمع بأسره، ولكنه كل الاحترام والإجلال تقديرا للدور الجليل الذي يقوم به وللجهد الذي يبذله لتربية الأجيال وبناء الإنسان، فهو من علم أبناءنا وأحفادنا وساهم في تربيتهم وتعليمهم واكتسابهم سلوف العلم والمعرفة. لا يخفى عليكم جسامة وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقكم، والتي أنتم أهل لها، فأنتم أساس ومحور العملية التربوية وعدة الوطن في ساحة العلم. قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية نائب صلاح خورشيد أن اللجنة قد توصلت إلى تصور نهائي ل71 مادة في قانون التأمين، وسيكون من القوانين المهمة، معربا عن توقعه بأن يحسم الأمر بشأن هذا القانون خلال اجتماع يوم الأحد المقبل. وأضاف خورشيد أن اللجنة التقت مع ممثلي القطاع النفطي بشأن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم طرح فكرة دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في المناقصات التي تبلغ 5 ملايين أو أقل. قانون التأمين كما تعلمون يعني صار لأكثر من 30 سنة ما تم التعديل عليه، ويعني كان في هناك فرق عمل اشتغلت لمدة طويلة لهذا القانون، ممثل من اللجنة المالية ومن البنك المركزي ومن أيضا وزارة التجارة وهيئة أسواق المال. وصلنا إلى تصور نهائي تقريبا من حوالي 67 مادة لقانون التأمين. إن شاء الله في بعض الأمور البسيطة اللي ممكن إن شاء الله رح نوصل فيها إلى النهاية في جلسة يوم الأحد القادم إن شاء الله للتصويت على القانون، ومن ثم إن شاء الله إحالته إلى مجلس الأمة رح يكون هذه من القوانين الجديدة والمهمة اللي نعتقد أن يعني موضوع التأمين من المواضيع المهمة اللي بيحمل أيضا مبالغ ضخمة جدا وسوق ضخم يأتي بعد سوق يعني شركات الاستثمار اللي حجم أموالها يعني بالمليارات. رأت النائبة صفاء الهاشم أن الحكومة ترتجف أمام بعض النواب الذين لا يرغبون في فتح ملف تزوير الجناسي، مشيرة إلى فتح 62 ألف ملف للتزوير. وطلبت الهاشم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بإنهاء الفساد في الهيكل الإداري قبل البدء في مدينة الحرير، مشددة على ضرورة فتح ملف الجنسيات والتزوير الذي اعتبرته تخريبا للتركيبة الديمغرافية للبلد. ومن جانب آخر قالت الهاشم إن اجتماع اللجنة المالية كان مخصصا لقانون التأمين، مشيرة إلى رفض طلب إنشاء هيئة، مبينة أنها وجهت سؤالا إلى التجارة عن عدد شركات التأمين سواء التقليدية أو التكافلية، لكن إلى الآن لم تحصل على شيء. لو عطيتنا مؤشر واحد إنك راح تنهي كمية الفساد اللي طغى على أي إنجاز، ابتدي من داخل الهيكل الحكومي. لو بتبدي وتنشئ مدينة اقتصادية على مستوى عالي، نظف الملفات. تبي أقول لك الحلول؟ افتح ملف الجنسية، افتح محل ملف التزوير،
افتح الملفات الخاصة بهذا الفساد الأكبر اللي خرب تركيبة ديمغرافية كويتية كاملة للبلد. أعلن رئيس لجنة الأولويات أحمد الفضل أن الجلسة المقبلة يحتمل أن يناقش فيها تشريع السجل العيني كمداولة ثانية والغش التجاري كمداولة ثانية، إضافة إلى الشروع بمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد وقانون تنظيم قطاع التأمين وكذلك التشريع الخاص بنزع الملكية. ولفت إلى أن المرحلة التي تليها سينظر فيها بعدة مشروعات بقوانين حكومية، بعضها منتظر وصوله ومناقشته في اللجان البرلمانية وآخر وصل أخيرا للمجلس. وتمنى الفضل ألا تعيق جلسات الاستجوابات جدول الأعمال المزدحم في رمضان، لافتا إلى أن مكتب المجلس سيبحث أن يعقد المجلس جلسات خاصة لإقرار القوانين ذات البعد الاقتصادي وتدوير النقود، خاصة أن تعديلات قانون الإفلاس تعالج قضايا المدينين والتخلف عن السداد في الدين المدني. ومتوقع إن شاء الله في رمضان حسب ما نشوف الآن من مشاريع بحكومة من مقترحات قربت تخلص للنواب راح يكون جدول مزدحم. أتمنى أن الاستجوابات ما تعيق يعني هذا الشيء، وأتمنى كذلك أن يعني راح نطرح وجهة نظر في مكتب المجلس، وقد يأخذ مكتب المجلس الموضوع إلى المجلس ليأخذ في موافقة أن احنا يعني نأخذ لنا جلسات استثنائية لإقرار هذه القوانين. في قوانين وايد مهمة خاصة في الشأن التنشيط الاقتصادي والتنشيط دوران النقود، معالجة باقتراحات كثيرة، وكذلك قوانين الحكومة اللي ذكرناها حماية المنافسة للحسابات مراقبي الحسابات والمهنة المصرفية وكذلك قانون الإفلاس. أوضح رئيس لجنة شؤون الخارجية النائب عبد الكريم الكندري أن اللجنة استمعت اليوم لنائب وزير الخارجية خالد الجار الله الذي تمت دعوته لاجتماعها بشأن تصريح له بأن الإفراج عن رجل أعمال سوري كانت أوقفته السلطات الأمنية في البلاد كانت بناء على اتصالات مع الجهات السورية أو بضغط منها. بدوره أكد الجار الله أن وزارة الخارجية الكويتية أوضحت في تصريح مفصل ما حدث، موضحا أن الاتصالات التي حصلت كانت من قبل البعثة الدبلوماسية السورية في الكويت وفقا للوضع المعتاد لأي بعثة تحاول متابعة قضايا رعاياها وفق الأطر القانونية دون ضغط أو محاولة للتدخل في الشأن الداخلي. تم أيضا التطرق إلى دور وزارة الخارجية وجهودها فيما يتعلق برعاية ومتابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج، وخاصة ما أثير مؤخرا على موضوع الخرطوم، ووضحنا تماما ملابسات هذا الموضوع، وكانت الأمور واضحة للسيد رئيس اللجنة والأخوة الأعضاء. وأيضا تم التطرق إلى جهود وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمرحوم المواطن خالد الريش، وكان أحد أقارب المرحوم موجود، وأكدنا على أهمية التواصل بيننا وبين أهل المرحوم ومتابعة قضية المرحوم الريش في القاهرة.